على مدى 6 عقود ونجمتنا ساطعة بسمى العمل المصرفي. في سنة 1960 كانت الانطلاقة نحو التطور في عالم عمل الصناعة المصرفية بخطوات ثابتة للتميز. في سنة 1970 تميزنا بالخدمات المصرفية اللي تشجع كل عميل يودع مدخراته بسهولة ويحصل فايدة عالية. ومع زيادة العملاء قدرنا بسنة 1980 أن نفتتح البيت العود اللي هو فرعنا الرئيسي. وفي بداية التسعينات صار لنا موقع إلكتروني خاص يسهل العمليات المصرفية لعملائنا. وبال2000 تصدر حساب النجمة العناوين وصار يقدم 250 ألف دولار كجائزة. وعلشان نرضي عميلنا نوعنا من عروضنا ومنها حملة ذهب التجاري في عام 2001 لحاملي بطاقات فيزا وماستر كارد. وارتفعت أسهمنا بشكل ملحوظ في عالم البورصة وصار البنك في مصاف الريادة. وكنا دوم جزء من المجتمع وحققنا قفزة متميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وكذلك الإعلان والتسويق الحديث لمنتجاتنا وخدماتنا المصرفية. وتم تتويج هذا العطاء بسنة 2016 بالاحتفال التكريمي الخليجي 8 للمشروعات الاجتماعية الرائدة في دورتها 33 في الرياض. ووصولاً ل 2021 بعد 61 سنة من العطاء والتطور المصرفي صارت خدماتنا متوفرة على جميع الأجهزة الذكية ونقدمها للعميل وهو مرتاح ببيته. ألف 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 مبروك، 1,500,000 دينار كويتي. البنك التجاري الكويتي 61 عاماً من التميز.